زغريطة الحجة زغريطة فرحنا الشعب الجزائري كامل ان شاء الله يا ربي دوم فرحتنا ان شاء الله
فرحانين مآمن بلي رانا في الدوزيام تور. والله ماني مآمن، تعرف قلنا عندنا بزاف في زيبور، الحمد لله يا ربي ربي ما خير. ماشي على الماكينه شك تشوف فيه؟ خلينا نكملوا فرحان بيننا. نعم ان شاء الله. راك مآمن بزاف اللي قال لي فيها. والله تمني مع الايام مع لافايتينغ مازال شي مي جي بونس كو في كيتشي جي بونس كو سي ان فيرتي سي ان فيرتي بور نو احنا اون بريمير ايكيب اللي توزون ميتا ميتا الحمد لله ونا توفي الحمد لله في كل الشعب تاعنا ما شاء الله الماضي في الوفي ولا الفرحه ولا نو نو فور لاستون في ماتش تاع روما روسي درنا بو ماتش نير ولي كاليفي كيما كي تبيت كيفاش كيفاش تبيت في الفيلم كي ضربت فيها على بالك بلا داخل وي وي جي سافي باسكو جي شفت الكارت خرج معايا واش تحب نقول لك واحد هذه الخدمه تاع كاع حياتك كيما نقول لك صافي 4 ans كنت نلعب في جلسات شباب دونك انا دي دو فوا كونسيكوتيف ما نوفر ماتش الحمد لله شوف من لا بونسي تاعك الماليه كيما سانسيرمون ما فامي ما فامي ما فام تو خويا قال لك سليمان كي تزوج واش كونتر كي تزوج يوم ياسر والله راه ولعوا من الماتش واش مازال ما عرفهاش اولا ثاني رانا صافيين فيها هذو كاع الشعب هذا اليوم مقبول راه معمر راح ينسى واحد السمانه ولا اكثر راح ينسى كل رمضان ذكريات فرحه مباركه ان شاء الله رمضان مبارك لكل الجزائريين هذه راه كاع الشعب الجزائري المرمر كيف تخمم ولا مازال المرمر وجدوا لها أقصد يعني إذا وين كان في سيفنا وفات على الله ويا وفامي الحبا يوقف معايا قاعدين يحبوني لي جزو نحن معايا بجهما بجرح ما تنساش On les a fera, on est très contents et j'espère pour le prochain match. Oui. Je suis fier, d'être algérien et je souhaite un bon ramadan à tous les Algériens, à tous les musulmans. دي بارك الله فيكم شكركم بزاف على الثقه اللي درتوها بينا الحمد لله ربي ما شاء الله المال ما شاء الله المال ما شاء الله المال ان شاء الله بخير ان شاء الله عليك صحه الحاجة الأولى ليكم نتوما الساعة كلشي مبروك ورينا احنا اللي جوا شكرا لي 23 جوا اللي كانوا صدر في هذا اليوم ونادي هذا الفوز الشعب الجزائري اللي وقفنا بالسراء والضراء إن شاء الله ما تلقاش بالك نخموك على الماتش احنا نخمو على المقاولة الجاية في دوسة الفورمة راك مآمن بلي راهم دوزيام تور؟ ما نكذبش عليك والله ماني مآمن ما بلي في الفورم كثر خير كما قلت جوفيزي بولحي اللي دار بون بارسون ما ننساش ثاني كما يقول لك العائله تاعي زعما واش ولا جميله اللي نقول لهم كل شيء مبروك انت عليكم لي سيبورت تاعي سمعوا معنا بلوس ما سال الكلوب تاعي اللي فورماتور ما ننسى المولوديه تاعي باش ما يقولوش انا نزيدو ولا رمضان ان شاء الله يكون فال خير علينا ما نقولش عليك انا اللي محمد من جهه رمضان ماشي من رمضان من جهه نلعب في رمضان انا باش اللي فاز بزاف Hélas, un petit mot s'il te plaît, un petit mot. Merci. Un mot. 18-02. Golo Bougras. Un mot, ben, Tahia Jazayel, c'est pour tout le peuple, c'est pour l'histoire. C'est une équipe magnifique, on a vraiment une famille, on l'a vu aujourd'hui. Et voilà, faut prendre soin de cette équipe, elle est jeune, elle a encore 6-7 ans devant elle, donc il faut toujours le soutenir même en cas d'échec. Toi aussi, tu es toujours là. Oui, mais moi, bientôt sur la fin, je pense à eux, donc en tout cas, voilà. L'Allemagne, c'est que du bonus. Alors moi, on peut faire un beau football, et c'est à l'heure d'un المنتخب الوطني هللوا كثيرا بعد هذا الانتصار التاريخي كما قلنا الجزائر او نساء الجزائر لا تلد اطفالا بل تلد رجالا اليوم يوم تاريخي وفرحه كبيره انصار المنتخب الوطني يريدون ان يتحدثون واش قلت الحمد لله احنا كنا واثقين بالمنتخب الوطني مش راح يخيبنا ونعطيهم الصحه للاولاد هذو وان شاء الله اهلا مع الالمان خلفوا لهم كطرف انتو ان شاء الله ان شاء الله نشكر ربي اول حاجه نشكر ربي العالمين نشكر ربي هو اللي فرحنا
ان شاء الله بربي ان شاء الله نشكر ربي نشكر ربي نشكر ربي ورانا فرحانين فرحانين فرحانين. بسم الله الرحمن الرحيم 1 2 3 4 فيصل. بسم الله الرحمن الرحيم وغلبنا وفرحنا والحمد لله ومازال الرحمن وتحية الجزائر. أعطينا كلمة والله من نهار من هذا اليوم اللي الشعب الجزائري كان أمن باش يفوت الدوزيام تور وفوتنا الحمد لله. الحمد لله. بسم الله لكل الشعب الجزائري ونشكر اللعابة واللي سيبورتور اللي داروا اللي عليهم ويعطيكم الصحة وفرحتونا بزاف بزاف ونقولوا لماتنا رانا ملاح ورانا قاعدين هنا حتى اللافا. لا يمكن أن نتصور لا يمكن أن نتصور الفرحة الهستيرية التي هنا في التي هي هنا أمام محيط في محيط ملعب كوريتيبا. هذا الملعب الملحمة بعد ملحمة خيخون ملحمة كوريتيبا المنتخب الجزائري في الدور الثاني أمر تاريخي. وانتو تري في فرنسي يعطيكم الصحة لجوار تاعنا يعطيهم بالعقل هذاك لي طوب جيبو ميرسي. Je voudrais dire deux mots en français. C'est l'œuvre et le chef-d'œuvre de Abdel Fattah Bouteflika. Yahya 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 Bouteflika. Je suis brésilien. Je suis argélien tout. Je suis argélien tout. Un tout tri. Vive Argélie. One, two, three, vive Algérie! One, two, three, vive Algérie! بسم الله الرحمن الرحيم مبروك علينا إن شاء الله ومبروك على الجزائريين كاع والشعب العربي كاع وإن شاء الله العقوبة اللي قدام إن شاء الله ما نرجعوش نروحوا لكاع. شكرا. One, two, three, vive Algérie! الشعب الوطني اللي فرحنا ويحيى وناس الحروش. فيف الجيري ويحيى وناس الحروش. زغريطة الحجة زغريطة. Profiter de ces moments de gloire. Vous savez que dans la vie peut-être une fois la haja. Voilà, on est là pour la partager avec vous. Sans oublier, on doit dédier cette victoire aux joueurs qui étaient avec nous déjà, avec Anna, les Fumana. Les supporters techniques, sans oublier Tanika, Bébal, toute sa famille. Bah, je prends le compte, on l'a dit pour eux. Et voilà. On n'arrive pas à réaliser où je suis là parce qu'on est un peu fatigué par la caméra de chez. Voilà, inch'Allah. Voilà, on a toujours un espoir. Avec un abri imkaniyat ta'ana. Salam alaikum à tous, on vous remercie du fond du cœur et à bientôt, Inch'Allah. مبروك علينا والحمد لله يا ربي اللي فرح الشعب الجزائري كامل ان شاء الله يا ربي تكون فرحتنا ان شاء الله. راكم فرحانين راكم امن باللي رانا في الدوزيام تور؟ والله ماني مامن تعرف كنا بزاف في زيبور الحمد لله يا ربي ربي ما خير. ماشي على الماك كيفاش راك تشوف فيه؟ خلينا نكمل فرحان باين الله. نعم ان شاء الله. راكم امن باش راك تقابل فيها؟ والله تمني مع العيال مع لابواتيك مازال شويه مي جو بونس كون فيه كيلكو شوز ديستوار. Je pense que
سي ان فيرتي سي ان فيرتي بور نو احنا اون بريمير ايكيب اللي توزو ميتا ميتا الحمد لله راه كيو في الحمد لله في الشعب تاعنا واش تعرف الماتش في ولا الفرحه بور الاستون نو فور الاستون في ماتش على لا روسي في ماتش ديال الكاليفي كيما كي تقول كيفاش علاش تفكر في كي ضربت على ضرب وي وي جي سافي باسكو جي شفت الكارت تاع الحاج معايا واش تحمل نقول لك واحد هادي خدمة تاع كاع حياتك كيما نقول لك صافي 4 اون تاع في جلسه تاع الشباب دونك انا دو فوا كونسيكوتيف ما نوض في الماتش الحمد لله خويا من لابونسي تاعك المالية كيما سا سا بون ما فامي ما فامي ما فام تو خويا قالك سليم هذيك تزوج واش كونتري تزوج لهم يا سليم والله راه منعوا من هذا الماتش واش تفرق مازال باش الله ثاني رانا صافي فيها هذو كاع الشعب هذا اللي هم مقبول اللي راهو معمر راح ينسى واحد السمانه ولا اكثر راح ينسى كل رمضان ذكريات بفرحه وبباراه ان شاء الله رمضان مبارك لكل الجزائريين هذه تاهلا كاع الشعب رمضان كيف انا تخمم ولا مازال رمضان وجدوا لها زعفران حطوا سيدي عبد الله وين كانوا اكسكلوسيف لا فا تاع الماتش فامي الحدا اللي وقفوا معايا كاع اللي فهمتوني Très content et on les a fait on est très content et j'espère pour le prochain match. Je suis fier, fier d'être algérien et je souhaite un bon ramadan à tous les Algériens, à tous les musulmans. هادي بارك الله فيكم ونشكركم بزاف على الثقه اللي درتوها بينا الحمد لله ربي يحفظكم ماشي على المان اي ماشي على المان ماشي على المان ان شاء الله ان شاء الله بخير ان شاء الله يا ربي عليك الصحه الحاجة الأولى ليكم نتوما ساعة كل شيء مبروك ورضينا حنا اللي فيها شكرا لي 23 جوار اللي كانوا صدر بينا اليوم ونادي هذا الفوز تاع ولاد الشعب الجزائري اللي وقفنا من الصراء والضراء إن شاء الله ما تلقاش بالك نخمو غير الماتش هذا نخمو المقابلة الجاية زدو شهر الفوز مآمن بلي راهم دوزيام تور ما نكذبش عليك والله ماني مآمن مالغري في البون كثر خير جوفريس بو الحي اللي دار بون بارسون ما ننساش ثاني كما يقول لك العائله تاعي زعما واش بدا جميله اللي نقول لهم كل شيء مبروك من تاعي لكم لي سيبورت تاعي سي مبروك بلوس مثلا الكلوب تاعي اللي فورماتور ما بلا ننسى المولوديه تاعي واش ما نقولش انا نزيدو ولا رمضان ان شاء الله يكون فيها الخير علينا ما نقولش عليك انا اللي مقلق من جهه رمضان ماشي من رمضان جهه الاب في رمضان انا باش بدا فيها الجزء الاخر Hélas, un petit mot s'il te plaît, un petit mot. Merci. Un mot. Ouais. 18-02. Golo Bougras. Un mot, ben, Tahiyat Azayel, c'est pour tout le peuple qui est rentré dans l'histoire. C'est une équipe magnifique, on a vraiment une famille, on l'a vu aujourd'hui. Et voilà, faites attention à cette équipe, elle est jeune, elle a encore 6-7 ans devant elle, donc faut toujours le soutenir même en cas d'échec. Toi aussi, tu es toujours là. Oui, mais moi, bientôt sur la fin, je pense à eux, donc en tout cas, voilà. La man, c'est que du bonus. Au moins, on va faire un gros football, et c'est un grand temps. Inch'Allah, merci.